السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. معايا اليوم يا إخوان لابتوب من شركة HP. فلو أنت هاوي تصاميم مونتاج أو منشئ محتوى أرشح لك هذا الجهاز. فباختصار شديد يعتبر هذا الجهاز رفيق مثالي معاك بكل مكان، تكتب مذكراتك، محاضراتك، ترسم، تلون، تصمم، كل هذا من خلال القلم. فبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. خلونا نبدأ معاكم بالتصميم. فيأتي الجهاز باللون الفضي من الألومنيوم، خفيف، يصل وزنه لكيلو 380 جرام تقريبا، ويعتبر الأخف من نفس الفئة، وهذا بكل تأكيد يساعد بالتنقل في أي مكان، سواء بالجامعة، بالعمل، أو حتى بالسفر. أما من ناحية المنافذ المتوفرة في هذا الجهاز، فيأتي الجهاز من الجهة اليمين منفذين تايب سي ثندربولت 4، يمنح إمكانية الشحن ونقل الملفات بسرعات تصل ل 40 جيجا بالثانية، بالإضافة إلى ديسبلاي بورت، بالإضافة إلى منفذ USB تايب A بسرعة نقل تبلغ 10 جيجا بالثانية. أما من اليسار فيوجد عندنا منفذ السماعات والمايك 3.5، بالإضافة إلى قارئ لبطاقات الوسائط المايكرو SD. وأخيرا عندنا منفذ USB تايب A بسرعات نقل تبلغ 10 جيجا بالثانية. نيجي الآن للجزء المهم والمميز في هذا الجهاز، وهي بكل تأكيد الشاشة. الجهاز يأتي بشاشة IPS بدقة عالية 2560 في 1600 بكسل بمقاس 13.3 بوصة، عليها طبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس، وتبلغ نسبة السطوع 400 شمعة، بألوان sRGB واقعية بنسبة 100%، وتبلغ نسبة استحواذ الشاشة 86.5% من الواجهة الأمامية للجهاز. وأكثر ما تتميز فيه هذه الشاشة أنك تقدر تستخدمها بأكثر من وضع، لأنها قابلة للدوران 360 درجة، وبما أنها تدعم اللمس فهي بكل تأكيد تدعم القلم اللي يأتي مع الجهاز، فهذا شيء مميز جدا لكتابة المحاضرات أو النوتس الهامة لك، أو حتى بالتصميم أو التحديد. واحدة من أهم المميزات الموجودة في هذا الجهاز واللي كثير بيعاني منها حرفيا لما يكون عندك جوال بنظام مختلف أو غير متوافق مع أجهزة اللابتوب التي تعمل بنظام ويندوز، وهي نقل الصور والفيديوهات والملفات لاسلكيا بطريقة جدا سريعة. هنا شركة HP عالجت الموضوع ببرنامج مثبت بشكل مسبق، وهي تقنية HP Quick Drop، وهي عبارة عن إمكانية الإرسال والاستقبال للصور والفيديوهات والملفات لاسلكيا مع أي جهاز بأي نظام مثل الآيفون أو الأندرويد، وهي سريعة ومريحة جدا. أما بالنسبة للعتاد فالجهاز مزود بمعالج انتل ايفو المثالي من ناحية الأداء وسرعة الاستجابة وعمر البطارية، الجيل 12 انتل كور i7 بتردد يصل ل 4.7 جيجا هيرتز مع تقنية انتل تيربو بوست، ومع بطاقة رسومات من انتل، ومع ذاكرة عشوائية 16 جيجا رام من نوع LPDDR4X، ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت من نوع NVMe وهي الأسرع. الجهاز مزود ببطارية ليثيوم أيون بلومير بقدرة 66 واط، تصل بالاستخدام تقريبا 17 ساعة، وتختلف بكل تأكيد حسب الاستخدام من شخص لآخر، وتدعم الشحن السريع فتقدر تشحن 50% فقط في 45 دقيقة. الجهاز مزود بكاميرا HP True Vision عالية الدقة 5 ميجا بكسل، تقدر تتحكم في فتحها أو قفلها من خلال اختصار موجود في لوحة المفاتيح لزيادة الخصوصية حسب الحاجة، وينطبق نفس الشيء بالنسبة للمايكروفون. وعلى طاري لوحة المفاتيح، فالجهاز مزود بلوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، بالإضافة إلى مساحة مناسبة للتاتش باد. الجهاز بكل تأكيد يعمل بأحدث أنظمة مايكروسوفت بنظام ويندوز 11 المليء بالمميزات، ومثبت عليه أكثر من برنامج لسهولة العمل والإنتاجية مثل مشاركة الصور والملفات لاسلكية. طيب أخيرا، الجهاز موجه لمين؟ موجه للطلاب يعني بصورة رئيسية، كذلك اللي كثيري التنقل، اللي يحتاج جهاز للإنتاجية الخفيفة، واللي يحتاج جهاز للعمل السريع للأعمال المكتبية المونتاج الخفيف، كذلك التصاميم، تسجيل المحاضرات والنوتس الهامة عندك، صفح الإيميلات وما إلى آخره من بقية الأعمال. وبس تقريبا أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات، كافة التفاصيل بتكون بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بكده أكون وصلت معكم من نهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك سبسكرايب في القناة. في أمان الله.